نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا 7 مشاريع تنموية في مجال المياه تجاوزت تكاليف تنفيذها 1,565,000 دولار في محافظة شبوة. وأكد وكيل محافظة شبوة عبد القوي لمروق على أهمية إنجاز هذه الحزمة الجديدة من المشاريع وحاجة المواطنين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما أشاد الوكيل لمروق بمنهجية التخطيط والتنفيذ للمشاريع المعتمدة للمحافظة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا وتواصل دعمه لمشاريع التنمية المحلية في مديرية شبوة كافة. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لصندوق الاجتماعي للتنمية على ما يقوم به من جهود مبذولة بقيادة الدكتور عوض الأقصم. كما لا ننسى أن نشكر المانحين من الحكومة الألمانية والبنك الدولي وغيرها من الجهات المانحة التي تولت دعم هذه المشاريع. نكرر شكرنا على ما يتحمله الصندوق من جهد ومن عناء حتى الوصول إلى هذه المشاريع، لأن أغلبها في مناطق نائية وصعوبة الوصول إليها، فنشكرهم على ذلك. كما أيضا ندعوهم إلى المزيد من المشاريع، لأن المحافظة بحاجة إليها حتى تتواكب تنمية أو دعم المانحين مع دعم السلطة المحلية. سعيد جدا اليوم بمشاركة السلطة المحلية معنا لافتتاح عدد من المشاريع في عدد من المديريات في قطاع المياه. طبعا السلطة المحلية في شبوة تبذل جهود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تذليل الكثير من الصعوبات، و يعني مشاركتنا في عدد من المشاريع بمساهمات يعني في أغلب المشاريع، وعندنا خطة قادمة لمشاريع المياه معانا في بئر علي وفي بيحان ويعني في مديرية دهر لخطة 2021.